تفضل هنا. تعالى انا يا غريب الجاي انا هتطلع كده في الشاي. انا صور. ايه ابرز المشاكل اللي هنا في المنطقه من كهرباء ميه صرف؟ هي المجاري اهم شيء هنا. تمام، هل دي مثلا متاثره مثلا بالحفر اللي شغال حوالين المنطقه هنا مثلا في التطوير بتاع الوراق ولا لا؟ طبعا هي الميه اللي حتى الميه اللي ميه الشرب اللي هنا ما بنشربهاش، اللي هنا الموجوده حاليا ما بنشربهاش، ميه وحشه. امال انتوا بتعتمدوا على ايه في الميه؟ على الميه اللي هي بتاع الفلتر اللي هي بتتباع. تشتروا الميه؟ تشتروها بكام؟ يعني هما في ناس بتمر بيها التروسيكلات طبعا وبنشتري منهم الجيركن اللي هو الخمسه. مفيش خزانات معينه مثلا في المنطقه؟ الجيركن عامل كام؟ الجيركن تقريبا 2 جنيه. ده دي الميه اللي انتوا بتشربوا منها؟ تمام. طب وبخصوص الصرف؟ الصرف مفيش صرف. شغالين على المجاري؟ خزانات. خزانات للصرف يعني موجود. يعني احنا كده واقفين على خزان. طب اللي مننا كده خزان. طب ايه المطالب اللي انتوا تطلبوها من المسؤولين عشان الموضوع ده يتحل؟ احنا عايزين الشبشب ميه نضاف واهم شيء الصرف الصحي. طب وفي في الشتاء المطر لما بتمطر سمعنا ان النور بيقطع كتير يعني. وفي الصيف برضك يعني امبارح بقى يشتغل ربع ساعه ويقطع يجي نص ساعه. امبارح اول امبارح مشكلتنا هنا المجاري، بنحتاس بدلق الميه اللي هي اللي مش نظيفه، والشارع واقع عندنا مش نظيفه خالص، بالاس اللي هي الميه عندنا ما فيش ميه نظيفه، والطرق الطريق مش مظبوطين زي ما انت شايفه حضرتك كده. واللي هي بس احنا عايزين بس اهم حاجه عندنا مشكلتنا المجاري. انتوا شغالين على الصرف هنا؟ لا ما فيش صرف. مفيش صرف، انتوا شغالين على المجاري يعني؟ خزانات. ما في خزانات وما نعرفش احنا بنودع فين يعني، بتروح الناس بيجي ياخدوها ويودوها البحر تاني. طيب والميه اللي انتوا تشربوها؟ في هنا بعد يا جماعه عاملين فنتر اللي هو سواب كده، وبعدين ما فيش معنى ميه حلوه، الميه اللي هم عاملينها الحكوميه مش حلوه. الميه اللي هي في الحنفيات اللي هي لا مش حلوه، مش نظيفه، عشان هي جايه من البحر ومغزى بياخدوا تاني الحمامات تاني بيودوها للبحر. طبعا هي كده مش نظيفه. مشاكل هنا ما بنعرفش ندلق المايه الوسخه فين، قله المجاري، المايه برده مش حلوه، مش للشرب، احنا بنضطر نجيب مايه، بنشتري مايه للشرب. تشتروا المايه بكام؟ عادي ده الجيركن ب 2 جنيه كبير ده. تمام. مشاكل بيعدي كل قد ايه؟ بيعدي كل يوم. الكهرباء برضو سمعنا اللي فيها مشاكل، بتقطع كتير في الشتاء بالذات لما في جو مطر فبيفصلوها عشان ما يحصلش مثلا. ايوه بتقطع الكهرباء لازم تتفصل. وبعدين غلوا الكهرباء غليت برضو علينا، يعني في ناس بتبقى على قدها برضو مش قادره تدفع الكهرباء دي. واساسا منعوها كمان عن البلد. منعوا ايه؟ منعوا الكهرباء تقديمها او تدخلها. بقى لنا يجي سنه. مقدمين بالك سنه؟ مقدمين سنه، اكتر من سنه كمان ولسه مفيش دلوقتي اي كهرباء داخل، ومفيش اي عداد جه ولا حاجه، لموا اللي هي كل نفر 50 جنيه علشان يجي العداد، ما جاش عدادات. طب ايه اللي انت بتطلبيه من المسؤولين او المحافظ عشان الموضوع ده يتحل؟ ان الدنيا تتعدل وتركب مجاري عشان على الاقل الحاجات المايه الوسخه اللي بتدلق في الشوارع والطرنشات اللي بتدفح دي برده بتاذي عيالنا.